في موضوع الموعظة كذلك يقول الشاعر علال والداف: يا الإنسان انت بعد غريب وطان وساكن دار غرور، تطلب تسريح باش تغيب والدور لعمرك بصبور. ويا الإنسان مالك تجار في العجنة والطوب والحجار والجير والسيمو والمسمار ومزقنا نصور من الياجور، ودير الزليج اعتبار فاش عيون العباد تحور والرخام ينيمش وزهار وتساريح الخيط المنشور. وهذا باش يتم الجدار يلي متمتع بالقصور، كل قيت تنادي لك دار في القبور عليها مقهور. مقبوض قياسك والمجهار بين يديك وزربك مجرور، والموت تطوفك كل نهار على الشفير شبر مجهور، وانت تتعبد بالمزمار وتجهز نفسك للفجور، وتسمن جسدك للنار والديدان وظلمة القبور، تلعب بيك افخار العقار والكنز الخافي والمشهور، والقراط على كل اشوار والببور يفات البحور، والوتة تخدم والطيار الى ما حصلت محقور. هذا ما هو نافع في نهار حيلك على الاحباب حصور، يمتحنك نكير ومنكار شن هو حالك يا مغرور. ويا الإنسان أثرك ما تعلم بالبيت القدامك مظلم، يبلاك ما هي فيه ولغنم، تسول عنهم طور بطور، تسول عن كم من درهم من فوق فاحات الفخور، فاش انفقت اللي كنت تلم، وعمالك شن هي مغرور، شن هو صومك وصلاتك كم ضيعت من أديان البرور، وزكاتك شن هي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور، فوت في عمرك كم وكم تمشي للدبداب المنقور، مستطرب بيه ذاك اليم دليل على نوم البكور، ماسي عنك مو لهم كل نهار تشيد القصور، وتزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور، مانك عالم عن ذا عدم يوم ارتحالك للقبور، يقود ذاك ويقسم هذا ينباع وذا منحور، ما تجبر منه ملي تفم واللي دونه ما هو مجبور. ويا الإنسان اللي فات عطاك مول الملك الحي الفكاك، حمدول وراه حمدك ذاك للمولى ما هو حارث غور، لا تغفل عن دينك وياك رزقك فيد الحي القفور، مولانا عند منين انشاك قسم رزقك دور ورا دور، وضملك بانه ما ينساك لو عدت في ضيقات القبور، وكل بيك ملوك وكفاك خير وجعل لك بصرك نور، ونعت لك المجاب دون هاك عن مجبد مكروه ومنكور، وانت تتمنى ذاك وذاك الدور المالي تم حصور، الين يعود الشهود وراك عليك انه كان كركور حفول تواسيه التراك، ساعة موتك قارب مكسور يا الانسان انت بعد غريب. فهذا اطلع الرائعات يتناول علال والداف الموعظة بشكل عام تقريبا، وقبض الموضوع بطريقة نقدية ينقد فيها عزة الدنيا وترك الآخرة، وبدل المسائل كاملة اللي تقد تشرى معين رقاج ولا تخسر تخمامه ينهي عنها وينعت لتلوح فيه من خسارة الأخبار، وخصوصا من ينقال: وهذا ما هو نافع في نهار حيلك على الأحباب حصور، يمتحنك نكير ومنكار شن هو حالك يا مغرور. وواضح هون التشابه بين هذا التفلوات وأبيات أبي العتاهية: كفى عبرة أني وأنك يا أخي نصرف تصريفا لطيفا ونبتلى، وما الناس إلا ميت وابن ميت تأجل حي منهم أو تعجل. حاتم بن عبد الله بن الحشرج الطائي واحد من فرسان الجاهلية وشعرائها، ويعتبر أكرم كرماء العرب، ومازال يندرب المثل بكرمه لليوم، ويرتد عنه ياسر من المراد، وهو اللي يقول: أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا النزر، أماوي ما يقني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلج جوانبها قبر، وراحوا عجالا ينفضون أكفهم يقولون قد أدمى أناملنا الحفر، أماوية إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا خمر، تري أن ما أهلكت لم يك درني وأن يدي مما بخلت به صفر. في نفس المعنى وفي نفس الموضوع يقول محمد والعبد الله واللاسكر: يلي ميت بيك التدبير من قلة عقلك بعد الخير، ما تختار تموت وتختار يتلاحق لك رزقك من كط، على معنك يعطيك الخير داير تخلط شي ما يخلط، هو العمر والرزق قداد وهذا في اللوح قبيل انخط، وقد منين على واحد زاد ينخط على الاخر ينخط.
وهذا الشاعر يتافق مع حاتم الطائف طريقة الوعظ، ويظهر هذا قبال بين أبيات حاتم: إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلج جوانبها قبر، تري أن ما أهلكت لم يك درني، وأن يدي مما بخلت به صفر. وقولوا اللاسكر هو لعمر الرزق قداد، وهذا في اللوح قبيل انخط، وقد منين على واحد زاد ينخط على الآخر ينخط.